على كل حال المزيد من التفاصيل عن الاستعدادات النهائية لافتتاح المعرض مع مراسل إكسترا نيوز عوض الغنام. عوض، أرحب بك إذا معنا في هذه الساعة المخصصة لمراسلي إكسترا نيوز. وإذا معرض تراثنا من أهم المعارض التي تقام سنويا تقريبا، حدثنا عن هذه النسخة، تفضل. نعم نانسي، نحن الآن نعيش وضع اللمسات الأخيرة من خلال العارضون هنا للمشاركون في هذا المعرض، والذين زادوا عن الأعوام الماضية بنسبة كبيرة للغاية. وكما ذكرت سيكون هذا المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. والآن وصل منذ دقائق وزيرة الصناعة والتجارة، وهي المسؤولة التنفيذية عن جهاز تنمية المشروعات الراعي لهذا المشروع، لتفقد الأجواء حيث توضع اللمسات الأخيرة بالنسبة لتدشين هذا المعرض لهذا العام. لكن يبقى السؤال الأهم نانسي، ما الذي يجعل معرض هذا العام مختلفا عن الأعوام السابقة؟ هناك عدة جوانب مهمة للغاية تجعل المعرض هذا العام مميزا ومختلفا عن الأعوام الماضية. أولا المساحة زادت بشكل كبير للغاية. آخر عام تم فيه استضافة هذا المعرض كانت المساحة تقريبا نحو 10,000 متر، اليوم نحن نتحدث عن 20,000 متر. عدد العارضون في آخر جولة لهذا المعرض كانت ما بين 500 و600 عارض. نتحدث اليوم في هذا المعرض الذي سيتم تدشينه وافتتاحه يوم السبت القادم عن 1500 عارض وتفاصيل كثيرة. هو ما يجعل هذا المعرض فعلا يلبي رغبات عديدة من الصناع، وتحديدا صناع المصنعين أو صغار المصنعين، لأنه فرصة لترويج مثل هذه الصناعات. إذا عدنا لأهم الجوانب التي تميز هذا العام، حياة كريمة نانسي حاضرة في هذا المعرض من خلال كل القرى المشاركة في حياة كريمة، فيها صناع وفيها صغار المصنعين، مصنعين لديهم أيضا فرص لعرض هذه التجارب. لدينا أيضا معرض خاص للأطفال، ونتحدث هنا عن العارضين في السنوات السابقة لديهم أولاد يتعلمون مثل هذه الحرف ومثل هذه الصناعة، فلديهم فرصة لعرض منتجاتهم من خلال جناح خاص سيكون للأطفال المصنعين الحرفيين. وبالتالي هذه فرصة مهمة لتنمية هذه المهن وهذه الحرف التراثية المهمة للغاية، وستفتح شهية أطفال آخرين حينما يحضرون لهذا المعرض. الجامعات حاضرة من خلال عدد كبير من الكليات مثل كليات الهندسة والفنون التطبيقية، وكل طالب في الجامعة لديه فكرة جيدة ومميزة يستطيع بسهولة أن يكون مشارك من خلال هذا المعرض الكبير للغاية. نتحدث أيضا عن بنوك كبيرة مشاركة برعاية استراتيجية لهذا المعرض، 24 وزارة حاضرة في هذا المشروع من خلال هذه الرعاية. نتحدث أيضا عن فكرة جديدة، يعني ثلاث دول ستكون مشاركة ضيوف شرف ليعرضون ما لديهم من تراث. نتحدث عن الإمارات، نتحدث عن الأردن لأول مرة، نتحدث عن السودان كانت حاضرة في المعرض السابق ولكن عن استحياء، هذه المرة لديها جناح كبير. وهذا ما يدلل على أن فكرة المعرض الآن أصبح معرضا إقليميا ودوليا. تعلمين بأن هذه الفكرة بدأت في 2019 ثم العام الماضي ثم العام هذا العام نمت بوتيرة مهمة للغاية. لكن يبقى السؤال الأهم، ما الذي سيستفيده الحاضرون والعارضون؟ أولا يؤكد على تمكين المرأة المصرية اقتصاديا، لأن المرأة المصرية من خلال بعض الحرف التي تمتهنها في بيوتها تستطيع أن تأتي هنا وتعرض هذه المهن وهذه الحرف وهذا التراث لكل العام، لكل القاسي والداني الذي سيحضر هذا المعرض. الجانب الآخر أنه يقلل نسبة البطالة، لأن فكرة الاعتماد على المهن الصغيرة والحرف الصغيرة ومتناهيات الصغر من خلال تدعيم المشروع الخاص بها، المشروعات الصغيرة والمتناهيات الصغر، أيضا يفتح العديد من الفرص. وبالتالي فكرة التسويق والحوار الإيجابي الذي يتم بين عدد كبير من العارضين والشركاء وأيضا ممثلي العدد من الشركات العاملين في هذا القطاع الحيوي، يجدون هذه الفرصة الجيدة للتعرف على مثل هذه الحرف، وبالتالي يتم تسويقها سواء محليا ودوليا. ربما هذه أهم الميزات لمثل هذا المعرض. هذا المعرض أيضا لديه أجنحة في المحافظات، ولكن هذا هو المعرض الأهم وهذا هو المعرض الأضخم كما تحدثنا، مميزا هذا العام بمساحات الكبيرة 20,000 متر. في العام الماضي كانت هناك قاعة واحدة فقط، اليوم نتحدث عن قاعات كبيرة للغاية، وهي فكرة آمن بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمها. وبالتالي حضوره لافتتاح هذا المعرض وتدشينه هي رسالة
مهمة. كنا نتحدث مع العارضين الذين شاركوا في العام الماضي بأن الرئيس يتحاور معهم، يزلل لهم أي عقبات لإيماني بهذه الفكرة المهمة للغاية. وهنا هيئة المعارض والمشرفين على هذا المشروع أيضا سهلوا المهمة لكل الذين يريدون أن يشاركوا. كل مواطن يريد في القاهرة أن يحضر يستطيع أن يصل بسهولة الغاية من خلال أتوبيسات مجانية ومكيفة. سيكون هناك ثلاث خطوط لتحرك هذه الأتوبيسات، الخط الأول من عبد المنعم رياض حتى هنا محور المشير، والخط الآخر من ميدان روكسي في مصر الجديدة حتى محور المشير وبالتالي داخل المعرض بسهولة، والخط الثالث من طريق المحور المشير يستطيع هذه الأتوبيسات أن تنقل المواطنين بسهولة إلى داخل المعرض. فهذه فكرة مجانية لتسهيل حضور المواطنين الذين يريدون أن يصلوا بسهولة إلى هذا المعرض. المعرض يوم 9 أكتوبر ينتهي يوم 15، فرصة جيدة تستطيع كل الأسر المصرية التي لديها رغبة ولديها شغب بالتعرف عن التراث المصري الأصيل الوصول والحضور إلى هذا المعرض. الافتتاح عند 10 صباحا والانتهاء عند 10 مساء، مساحة زمنية كبيرة يستطيع كل أسرة أن تطوف في جنبات هذا المعرض وتصطحب أولادها معها بكل سهولة ويسر. أخيرا هيئة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر سيكون لديها جناح خاص لأصحاب المشروعات، يعني إذا كان هناك أي شاب أو أسرة أو مواطن أو امرأة جاء فعجبتها فكرة محددة نانسي وتريد أن تشارك أو تفعل هذه الفكرة، سيقوم جهاز المشروعات الصغيرة بطرح كل المبادرات التي تساعد على تمكين هذه الفكرة على أرض الواقع من خلال التمويل، صور هذا التمويل، كيف يتم تنفيذ هذه الفكرة عمليا وواقعيا على أرض الواقع. ربما كل هذه الجوانب المهمة بهذا المعرض المهم والمهم للغاية والذي يوما بعد يوم يعني يزداد زهوا ويعني تعرفا وتقديرا من الناس ويزيد من شغف المواطنين والشباب بأهمية الحفاظ على تراثنا وما أجمله وما أعظمه. وأخيرا تذكرت بأن المحافظات المصرية سيكون لديها أجنحة، يعني سيناء سيكون لديها جناح خاص بالطراز الذي يميزها، سيوة سيكون لديها طراز، أسوان سيكون لديها جناح يميز تراثها، وبالتالي كل المحافظات مميزة من خلال هذه الأجنحة التي تعكس روح الثقافة المصرية الأصيلة عبر عشرات من القرون. وهي فرصة جيدة وممتعة للغاية. تفضلي نانسي. عوض، الحقيقة أنا بشكرك على كل ما تفضلت به من تفاصيل، والحقيقة بالفعل أن يبدو أن هذه النسخة من معرض تراثنا بالتأكيد ستكون مختلفة عن باقي النسخ الماضية. أنا بشكرك شكرا جزيلا عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز، كنت معنا من معرض تراثنا.